شكرا السيد الوالي المحترم ممثل جهة الشرق، إخوان اللي تشرفوا على مكتب الدراسات ديال هذا المخطط. الطلب ديالي السيد الوالي المحترم يجب التركيز والتفكير يعني في العدالة المجانية ديال كل إقليم على إقليم. كما تعرف السيد الوالي المحترم أنه لكل إقليم خصوصيته. ما غاديش نقول يعني الهموم ديال الجماعات الترابية، أنا غادي نتكلم شوية على إقليم دريوش، إنه الأخ الرئيس ديال الجماعة ديال دريوش سبق الإشارة إلى مواضيع مهمة كتهم المجال الترابي ديال إقليم دريوش. فإقليم دريوش كما كنعرفو جميع أنه إقليم فلاحي بامتياز، فهو في أمس الحاجة إلى مجموعة من المشاريع وعلى رأسهم إخراج واحد السد اللي تتمناه الساكنة يعني بفارق الصبر إلى حيز الوجود. ثم نفكروا جميع في الدراسة اللي غادي نشيروا فيها إن شاء الله من خلال تشخيص التجاربي والتواصل مع المنتخبين باش يساعدوا هذا المكتب ديال الدراسات، هو أن الدريوش يعني يتضمن واحد الساحل شريطي ديال البحر اللي تتعدى 70 كيلومتر. لهذا فنفكروا جميعا باش نجلبوا الاستثمارات، ما غاديش نبقاو نخليو هاد 70 كيلومتر ممدوده بدون فائده ولا جدوى. ثم ايضا الدراسه تركز على الانفتاح على الجاليه ديالنا اللي متواجده في اوروبا، هي في امس الحاجه من خلق يعني الاستثمارات في بلادنا، ولكن تلقاو بعض المشاكل كما راها تتعرفوها السيد الوالي المحترم، تعقيد المساطير وما الى ذلك. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم وشكرا.